الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم المتجدد دين القيمة. في هذا البرنامج نعرض قضايا التوحيد والإيمان من منظور قرآني حتى يتحقق الإيمان والتوحيد في قلوبنا، ومصداقا لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا الشيخ خباب الحمد، حياكم الله أبو عبد الله. الله يحفظكم، دائما تنورنا ويكون لك يعني النور الخاص في هذه اللقاءات الطيبة، حفظكم الله. الشيخ نور، والنور أقتبسه منك. أستغفر الله، من بعدك يا شيخنا، أهلا وسهلا. سنتحدث وإياكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام حول الإيمان، حقيقة الإيمان وشروطه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما هو الإيمان؟ وما هي شروطه؟ وكيف لنا أن نحقق الإيمان في قلوبنا؟ وما أثر الإيمان في إصلاح حياتنا الدنيا؟ هذا ما سنتحدث وإياكم به مع فضيلة شيخنا الشيخ خباب. نجدد الترحيب بك شيخنا، الله. يا مرحبا بك، أكرمك الله وبارك فيك. الإيمان ما هو؟ وكيف لنا أن نحققه في قلوبنا؟ وما هي شروطه؟ تفضل شيخنا. زاد الله فضلك وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده وسمع الله لمن حمده، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء صلى الله ومن تبعهم من العلماء الشرفاء. أما بعد، فالحقيقة أن الإيمان هي حالة يحب المؤمن الصادق أن يعيشها، لأنها الحالة التي ترقي الإنسان إلى منزلة العليا والتي يريدها عند الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة الإحسان. الله الله. لأننا نحن نمر بطرق، والطرق هذه أول طريق هي طريق الإسلام. الله الله. فإذا ارتقى الإنسان في حالة الإسلام ثم وصل إلى مرحلة الإيمان، بدأت حقائق التوحيد تتمكن من قلبه. الله الله. ولذلك الإيمان إذا أردنا أن ننظر إليه كمعنى ومفهوم عام، هو التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. هذا من ناحية المعنى اللغوي. نعم. ولا يخفى عليك أن المعنى اللغوي له علاقة اشتباكية أو اشتراكية احتكاكية مع المعنى الشرعي أو الاصطلاحي. الله الله. فالمعنى الشرعي الاصطلاحي في مسألة الإيمان أن الجانب المتعلق بالتصديق داخل فيه. فلا يمكن للعبد أن يكون مؤمنا بالله وهو لم يصدق به، لم يصدق بوجوده، لم يصدق، وهكذا. فضلا عن قضية المعرفة، يعني قد يصدق لكن لا يعرفه، لا يزداد به معرفة. ففي الحقيقة تبدأ المسألة في المعنى الاصطلاح الشرعي، تزداد الآن، تعطى المعنى الخاص بها. الله الله. فتبدأ بقضية التصديق، ثم ترتقي إلى قضية المعرفة. والمعرفة هنا معرفة القلب بمطالعة معاني الربوبية ومشاهدة معنى العبودية والألوهية، ومراقبة آثار أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا في حياتنا. نعم. وفي تأملات هذا الاسم، الأسماء. نعم. العظيمة الجليلة. ثم بعد ذلك أنه إذا آمن بمعنى التصديق وآمن بمعنى المعرفة، فإنه لا بد أن ينطق بذلك. وإذا حلت الهداية بالقلب نطقت بذلك الأعضاء، وأول عضو هو اللسان. اللسان هو الذي في الحقيقة يحقق به الإنسان معنى التوحيد، معنى الإيمان. لذلك حينما يدخل الإنسان إلى الإسلام
من غير المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يحركها بلسانه حتى هذه العضلة عضلة اللسان تتحرك كما تحركت عضلة القلب حينما آمنت بالله عز وجل. لا بد أن تكون هنالك لا نقول من رذاذ، وإنما نقول هنالك من ضخ حقيقي يضخه القلب. نعم. ها كما يضخ القلب الدم نعم ويحركه، يضخ حقيقي معنوي إلى المعنى الذي يصدر على هذا اللسان. فيقول الشهادتين ويقول جميع الأشياء المتعلقة بالإيمان من حيث اللسان، ولكنه لا يقتصر على ذلك، لأنه كم من إنسان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. نعم. السبب في ذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالقضية كذلك ليست هي مجرد المعرفة أو القول، ولذلك الله عز وجل تكلم عن المنافقين قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. هم يقولون لكنه في الحقيقة ليس القول الحقيقي. فإذا المسألة ترتقي من قضية المعرفة والتصديق والقول باللسان الموافق لما في الجنان والاعتقاد القلبي المعنوي، ثم بعد ذلك العمل والتطبيق والعمل بالجوارح والأركان. لا بد أن يكون هنالك عمل بهذا الإيمان. لذلك إنسان مثلا لما يؤمن بأن هنالك صلوات، بأن هنالك إيمان بغيب، بأن هنالك إيمان بجنة، ها فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، يعني أن تعمل للجنة. يعني ليست القضية يعني لما يعني جاء بعض الصحابة وأخبأ وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه أنا أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عني عن نفسك بكثرة السجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من مبدأ السؤال عن إذا كانت الجنة إلى العمل للجنة، من مبدأ إنه أنا يا رسول الله مثلا الساعة مثلا ماذا تأمرني إن أفعل إن قامت القيامة أو إن أتت الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه العمل. يعني ما كان الصحابة يسألون كثيرا عن وقت الساعة ومش عارف إيش، اللي كان يسأل كثيرا غير المسلمين. فإذا الإسلام يسأل عن الطبيعة العملية الدراماتيكية الحركية العملية التطبيقية الوجدانية الشعورية، حتى كل هذه الأشياء هي تختلط تتشابك مع بعضها البعض. نعم. ثم بعد ذلك يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. بمعنى الزيادة إنه هذا ما أردت أن أثيره شيخنا، إنه بعد أن يمر الإنسان بمرحلة الإسلام ثم ينتقل إلى مرحلة أعلى ألا وهي الإيمان وأصبح الإيمان في قلبه، هل الإيمان مستقر في القلب فلا يزيد ولا ينقص، أم أنه يخضع لمتغيرات فمرة يزيد ومرة ينقص؟ نعم نعم. الحقيقة هذا السؤال محوري وجوهري، لأنه طبيعة الإيمان في الحقيقة كذلك هي ليست حالة مادية كعناصر. يعني الإيمان ما هي حالة عنصر، يعني كيف احنا نحكي كيمياء ونحط عناصر معينة. نعم. ونخلط بعض، لا، إنما هي أمر وجداني، أمر وجداني قلبي. نعم. فالأمر الوجداني القلبي فعليا في الحقيقة لا يكون على وتيرة واحدة أو على شيء ثابت، أي نعم، وإنما هو يعني هي ليست خلينا نقول عناصر، وإنما هي عوامل، والعوامل هذه في الحقيقة كما قال الله من شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. المسألة ما فيها ثبات حقيقي في جهة معينة كما يدعي بعض أهل البدع. نعم. أنه الإنسان يصل لمرحلة اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيظن أنه باليقين قد حقق الإيمان فلا يعمل، فيقول خلاص يكف عن بقي الأمر يعني كما هو فلا يزيد ولا ينقص. لا لا لا، ما هو مفهوم هذه الآية؟ هل هو مفهوم كما يفهمونه أم أنه مفهوم آخر؟ وما علاقة ذلك بزيادة الإيمان والنقصان؟ هو يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليقين هنا الموت. الله الله، اليقين هنا الموت. إذن ليس كما يدعي البعض، ليس كما يدعي البعض من جهة، ومن جهة أخرى إنه حالة عمل النبي عليه الصلاة والسلام التطبيقية تخالف ما هم يظنونه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل وصل إلى مرحلة وقال يا جماعة ارتفعت عني التكاليف وأنا خلاص الآن مش لازم أصلي ولا أصوم ولا كذا، وإنما خلاص متعلق بالله عز وجل هيك تعلق قلبي وفقط؟ لا، ما في أحد قال هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد النصر أمره الله عز وجل بالاستغفار. يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته يريد أن يصلي صلى الله عليه وسلم، وقد أما بالصحابة وغشي عليه ثلاثة مرات صلى الله عليه وسلم وهو يحاول. القضية ما هي قضية إن أنا إذا أعبد ربك حتى يأتيك اليقين ترتفع عنك التكاليف أو إنه خلاص توصل لمرحلة، لا. ولذلك هنا نحن نقول إنه مرحلة
اليقين هذه هي الموت، لكن اليقين الحقيقي الإنسان لما يعمل له هو الشيء الذي يريد أن يرضي به الله. يعني مثلا لما نقول إحنا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، مسألة الزيادة بالطاعة جاءت عليها آيات قرآنية. نعم. رب العالمين قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني ونجد أن حتى الإيمان ينقص، لأنه إذا يعني بالطريقة المفهومة العقليا إنه إذا زاد الإيمان في الحقيقة كان ما قبله إيش؟ قبل الزيادة كان فيه نقصان. فمسألة الزيادة للإيمان جاءت في آيات قرآنية كثيرة، أكثر من 12 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تتحدث عن الزيادة وما يتعلق به. نعم. ومن هنا نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنا كل يوم وأنت كل يوم تسأل الله عز وجل 17 مرة في صلاة رب اهدني رب اهدني. لو كان الإنسان مش بحاجة لهذا الجانب لما كان في الحقيقة إيش بحاجة للزيادة في الهداية، خلاص اهتدى. نعم. بمعنى تاب وأصبح قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لا، هذا المفهوم مفهوم مغاير للمعتقد الإسلامي الصحيح، معتقد أهل السنة، أنه الإيمان لابد أنه يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالعصيان، وأن من زيادات الإيمان بالطاعة. نعم. العمل. لذلك تعرف الصحابة لما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ثلاثة نفر. نعم. المعذرة، الصحابة اللي أجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا أنهم كانوا يصلوا إلى بيت المقدس قرابة 16 شهرا. نعم. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وسمى الصلاة هنا بالإيمان. يا الله. فإذن هذا دليل على أنه إذن هنا عندنا الإيمان ليس متعلقاً في الجانب التصديقي أو الجانب القولي فقط، وإنما الجانب العملي. الله. وهذا مصداق لقول الله تعالى. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك في أكثر من 30 موضعاً من كتاب الله عز. نعم. وجل أردف الله. الله عز. نعم. وجل وقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح دلالة واضحة أنه هناك تلازم بين الإيمان والعمل الصالح، ولا ينفك الإيمان عن العمل الصالح، ولا ينفك العمل الصالح عن الإيمان. عن الإيمان. لكن خطر ببالي سؤال. نعم. هل المعاصي أثر على الإيمان؟ وهل هي يعني تنقصه وتضعفه وقد تشوشه؟ وما أثر ذلك على الإيمان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث جاءت عن إن يعني وإن كان في سندها مقال، لكن كثافة من الأحاديث في هذا المفهوم. نعم. إنه إن الإيمان لا يخلق في جوف أحد. الله. الله. يعني الخلق بمعنى يعني أنه يبلى، بأنه الله. يبدأ كالثوب. كالثوب تلبسه بالضبط. سنين مديدة فيرث يبلى. نعم. وتزول يعني الأشياء اللي هي الزخارف التي عليه. نعم. بالتأكيد بالطريقة هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك شبهه في حديث آخر تذكرته الآن، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب اللي هو هذا الأشياء اللي تكون على الثوب من خيوط وكذا بعد سنتين ثلاث سنوات. قال يدرس الإسلام، يدرس يعني يزول الإسلام، حتى كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ما صيام ما صدقة ما زكاة. الله. الله. يعني الله. الإسلام خلاص ما بيكون إله كذا. قالوا يا رسول الله ماذا يفعل؟ أظن حديث صلة بن زفر رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ما تكون عندهم إلا كلمة التوحيد. قال وماذا يفعلون بها؟ قال تنجيهم عند الله. 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 يعني الله. ما بيكون عندهم علم بالمرة. نعم. بالمرة في شعائر التوحيد وشعائر الإيمان أقصد، ومن صلاة وصيام وزكاة وغيرها من الأعمال، فقط على كلمة لا إله على كلمة لا إله إلا الله. لكن الأصل إنه الإنسان إذا قام بالمعصية أن الإيمان في الحقيقة ضعف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في البخاري ومسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الله. الله. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما معنى وهو مؤمن؟ يعني يفعل المعصية لكن كيف لا يكون في نفس الوقت مؤمن؟ يعني يرتفع عنه الإيمان أم ماذا؟ الحقيقة أنه في حالة القيام بهذه المعصية لا يقوم بها في حالة وجود الإيمان في قلبه. الله. بمعنى الله. أن هذا الإيمان يتلازم معه أثناء قيام بالمعصية. الله. الله. مش معناته أنه ارتفع عنه الإيمان بالكلية وأصبح كافر. هذا ما أردت أن أشير إليه شيخنا. نعم. هل الإنسان إذا وقع بهذه المعاصي، نعم، هل يخرج عن ملة الإسلام؟ المعصية والإيمان. المعصية إذا كانت ذنب، إذا كانت فاحشة، إذا كانت كبيرة، إذا كانت أشياء دون الكفر بالله ودون الشرك بالله. وهذا مصداق لقول الله إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم صحيح. لكن إذا كان العمل من ذنوب من معاصي
هذه الأعمال وذنوب المعاصي دون ما يصل إلى مرحلة الكفر بالله من الله. أي نوع من أنواع الكفر بالله، يعني مش شرط أنه فقط أنه واحد جحد وجود الله سبحانه وتعالى، لا، أي نوع من أنواع الكفر بالله التي اتفق عليها العلماء وبينوا أنها كفر، نعم. فإن هذه المعاصي لا تخرج صاحبها عن الإيمان يا الله. لأنه أهل السنة والجماعة يعتقدون أننا لا نخرج الإنسان عن الإيمان بذنب ما لم يستحله إلا الله إذا استحله. يعني أحكيك شغلة، حتى مش قضية استحلال، يعني لو أجا واحد قال الخبز هذا اللي بتاكلوه يا جماعة هذا حرام، هذا منكر، ليش؟ قال خلاص منكر، إذن هو في الحقيقة إيش؟ حرمها حلالا. فمن حرم الحلال إيش؟ مثل من حرم الحلال مثل من أحل الحرام. الله الله الله. فهو في الحقيقة أعطى لنفسه شيئا لا يليق به، وإنما يليق بالله، لأن الله هو الذي شرع، شرع لكم من الدين، رب العالمين هو الذي شرع. فبناء على ذلك نجد انه حتى الشياطين هذه وظيفتهم، نعم. وظيفه الشياطين كما انهم يفرقون بين الناس وكذا، قال اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما احللت لهم. الله الله الله. فاذا كان الانسان وصل لمرحله تحريم حلال او تحليل حرام هنا بيكون كفر، لكن اذا وقع في معصيه مثلا اغتاب مثلا والعياذ بالله زنا والعياذ بالله، هنا في الحقيقه لا نطلق عنه أنه في الحقيقة مؤمن كامل الإيمان، لا، إيمانه ناقص قاصر، وقد يكون فاسق وقد يكون فاجر. إذن لا يذهب عنه الإيمان بمعصيته بالكلية، إنما نعم. ينقص الإيمان، نعم. ويخشى على نفسه أن يزول، لأنه أحيانا قد تبدأ المعصية الشيخ بشهوة، نعم، ثم بعد ذلك تنتقل الشهوة إلى أن تكون شبهة. الله الله الله. ثم بعد ذلك يكفر، نسأل الله السلامة، يعني العافية. وهذا يحصل، لذلك أمراض القلوب مرضان، مرض الشبهات ومرض الشهوات، نعم. ولهما تلازم، فالإنسان نعم. يبدأ بشهوة ثم ينتهي بشبهة. أسأل الله السلامة والعافية. تعرف ليش؟ نعم. لأنه يريد أن يبرر هذه الشهوة. آه. يعني عملية، يعني مثلا واحد وضع ماله في البنك الحرام وأكل عليه ربا، نعم. ليل ونهار، تيجي تتكلم معه يصير يقول يعني يا أخي يعني إيش الفرق بين هذه وهذه، يعني هو ربحة من هون ولا ربحة من هون زي بعض، يعني فبيصير الموضوع، حتى بعدين بيصير تحكي له يا أخي الربا هذا حرام ما بيجوز من الكلام، بيصير الآن يبحث عن مخارج أو عن طرق، بعدين يؤمن بها، بعدين تنتقل المسألة عنده، بعدين بيصير يحكي ما عادي، يعني الموضوع زي ما فعل اليهود، هم بدأوا يتحايلون، لكن في النهاية إيش قالوا؟ أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وصلت المرحلة إنه خلاص والعياذ بالله آمنوا بالشيء الذي كان هم يعرفون أنه حرام شهوة، نعم. غريزة، ثم بعد ذلك وصل، يعني مثل قضية الآن الشذوذ الجنسي الذي تطلق الآن، نعم. نسمع الآن شذوذ جنسية عجيب، وتقنن القوانين، وإحنا للأسف الشديد بعض الناس ماذا يفعل الغرب أو الشرق، يحاول بعض نعم. الناس الله يهدينا وياهم إنه يقلد. فمرحلة الشذوذ، يعني رب العالمين بيّن قال أتأتون الذكران من العالمين. الله أكبر. الآن هنا حرام، لكن لو أن الإنسان عياذ بالله مثلا حصل السحاق بين امرأة وامرأة أو لواط بين رجل ورجل، عافانا الله وإياكم، صلى الله السلام، الآن فعل قبيح شنيع يخالف الفطرة السليمة الصحيحة، لكن ماذا يريد أن يفعل الآن؟ يريد أن يبرر لنفسه، بعد ما وقع في هذا الشيء يريد أن يبرر لنفسه، يقول ما الفرق بين هذا وهذا، فيحاول ويبدأ الشيطان يلبس ويبدأ الأمر نفس الأمر بالسوء، نعم. والبيئة الفاسدة التي يجالسها، نعم. وهذا من باب قول الله تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم، نعم. فصدهم عن السبيل، نعم. ولذلك الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق به. إذن سبل الشيطان تصد عن طريق الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا استمع لوسواس الشيطان، نعم. مرة ثم أتبعه مرة ثم أتبعه مرة، فيقع والعياذ بالله فيما يعني فيما حرم الله عز وجل وفيما نهى الله. لذلك يا شيخ أنت التنبيه اللي نبهت عليه الآن أكرمك الله قبل قليل مهم، لأنه إحنا نبين كما أنه بنقول أنه الإيمان ما بيرتفع عنك بالكلية، لكن اخشى، لأنه أصلا الذي يعمل بالطاعة هو يخشى أن يكون فيها قصور، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، صح؟ طب فما بالك بمن يفعل المعصية ثم يفعل المعصية ثم يفعل المعصية؟ نحن نقول نعم، هو لا، يعني هو في الحقيقة لا يكفر إذا كانت دون الكفر بالله، لكن لا يعرف الإنسان كيف ستؤول به الأيام والأزمان والدهور، فقد يختم الله عز وجل حياته بهذا العمل. تعرف القصة التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ذكر هذه القصة، نعم. أن رجلا كان مؤذنا من المؤذنين، نعم. وكان هذا المؤذن يؤذن، تعرف الأذان ما كان في ميكروفونات ومكبر صوت، كان أعلى منارة يطلع وكذا، فكان يؤذن، فوصل إلى وكان وحتى العلماء يشترطون سبحان الله أو يذكرون من ضمن المستحبات بعضهم إنه يعني لو كان المؤذن أعمى، قال حتى إنه لما يرقى ما ينظر إلى عورات المسلمين من النساء وكذا وما يتعلق بها، فأثناء يعني
أذانه نظر في نافذة فوجد فيها امرأة، هذه امرأة كانت يعني كانت خارقة الجمال جميلة جدا، فوقعت في قلبه الله فأتى ليخطبها. نعم. فكان والدها نصراني وكانت المرأة نصرانية يا الله، فأراد أن يدخل بها بهذا الأمر، قالوا إما أن تترك ما أنت عليه من إسلام ودين أو أنه يعني ما لن تتزوجها. وجلس يراجع نفسه، تخيل رجل كان يقول الله أكبر وينادي ويذكر الله عز وجل، المعصية كيف فعلت نعم. به والشهوة. بدأت بشهوة ثم انتهت بشبهة وانتهت والعياذ بالله إلى أعظم من ذلك، أنه في الحقيقة تنصر. فحينما تنصر ذكر القصة ابن كثير رحمه الله تعالى، ها رفضت المرأة أن تتزوجه وقالت إنه إذا كان الرجل ترك دينه لأجل هذا الشيء ممكن إنه يتركني ويترك، فخسر الدنيا والآخرة. كما يقول الشاعر باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا. الله أكبر. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. كل شيء ألقى. ما الذي استفاده من ذلك؟ كما قال الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ومات والعياذ بالله هذا الرجل. فلاحظ يا شيخ كيف إنه المعصية هكذا تتنقل بالإنسان حتى يصل إلى أمور. احنا مش شرط طبعا نقول يعني مع هذا كله مش شرط انه كل واحد يعصي يفعل بهذا الامر. نعم. لكن الانسان لا يعلم ماذا يختم له. تأذلي بهذا البيت، كان ابن القيم يقول والله ما خوف الذنوب فانها لعلى سبيل العفو والغفران. الذنوب ممكن نعم. لكنما اخشى انسلاخ القلب من توحيد هذا القلب للديان. الله الله. ورضا بأقوال الرجال وخرصهم لا كان ذاك بمنة الرحمن. الله. يعني أنا الذنب ممكن الذنب رب العالمين بيغفره، لكن اللي بخشاه إنه الذنب يأثر على القلب فالقلب ينتكس، فبعد ذلك إيش يتقلب القلب فيكفر بالله. أسأل الله السلام والعافية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قد تحقق الإيمان في قلبه. اللهم آمين. وأسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن طريق الشهوات والشبهات. اللهم آمين. وأن لا يجعلنا ممن قال ولم يفعل، وإنما ممن قال ففعل. أسأل الله عز وجل ذلك. في نهاية المطاف مشاهدين الكرام، بعد أن بحرنا وإياكم مع الإيمان وكيف نحقق الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وممن تحقق الإيمان في قلوبهم. آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.